جدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، ويا رب يكون الجميع بخير. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. كل سنة طيبين. يعني ايه، حاولنا نسرق كده شوية وقت، نهرب من الشغل ونهرب من كل حاجة، وايه جينا على مطروح. ف بما اننا في مطروح ومنوعات رحالة، حبيت ايه نعرفكم كل حاجة تخص مطروح، الحاجات اللي هي بتهم الناس العادية، الناس اللي هي عايزة تعمل رحلة. فمثلا هنبدأ بايه، احنا خدنا شقة، طبعا انا الشقة بتاعتي هي في البحر زي ما انتم شايفين كده قريب، تمام. الفيو بتاعها برضو زي ما انتم شايفين على البركة كويس. انا جاي 3 ايام بالظبط، يعني ان شاء الله هنحاول كل يوم نعمل فيه ايه فيديو في حاجة معينة، يكون برضو في منفعة للناس اللي هي زي ما قلنا حبة الحاجات اللي هي هتهم اي حد عادي. طبعا بالنسبة للشقة، انا خدت الشقة دي 3 اوض، فيها بالظبط 2 5 سراير، فيها حمام كويس، مطبخ كويس، شقة معتدلة. يعني مش عارف في داعي ان انا نصورها لكم ولا لا، هناخد مثلا لقطة كده ايه على السريع منها. يعني مثلا ايه اهي كده، الولا يحيى اهوت والولا زياد، ده المنظر بتاعها. وخال اهو، خال النون، صباح الفل يا خال، والحاجه بالمره، يلا صباح الفل يا حاج. تمام. الشقه ديت واخدينها ب 300 جنيه في اليوم، تمام. زي ما انتم شايفين الفيو بتاعها برضو، ده كده فيو يمين، وده كده الايه الفيو الشمال اللي هو الايه البحر زي ما قلنا. ده كده بالنسبة للشقة. المواصلات هنا، التاكسي هنا، اي تاكسي هتاخده بياخد من 20 ل 25 جنيه. ممكن تقول له افتح لي العداد، تقريبا فتحت العداد ب 5 جنيه والباقي ايه مش عارف الكيلو بكام بصراحة عشان نفتيش. المهم رينج التاكسي 20 25 جنيه. في حاجة تانية برضو، بتاخد سيرفيز اللي هو ال7 راكب دوت، بتتفق معاه بمشاويره زي مشاوير برضه التاكسي، بياخد منك في المشوار رايح جاي وبيحاسبك رايح جاي 50 جنيه او 60 جنيه. الميكروباصات، في هنا ميكروباصات سعر الميكروباص تقريبا 3 جنيه، وفي حد قال 2.5، وجيت انا بالليل قالوا لي 3، فاحنا هنقول 3 جنيه عشان الناس تبقى ايه عامله حسابها. يعني اشهر الاماكن اللي هي هنا طبعا عجيبه ديت، اللي ما يروحش اللي يروح مطروح ده لازم يروح عجيبه، واللي جه مطروح وما راحش عجيبه فهو ما راحش الايه ما يعتبر ما راحش مطروح. في طبعا بلاجات كتيره خالص مجاني، في بلاجات غاليه. انا ان شاء الله هنا لو اللي شايفيني مشاهدين الصيد ومشاهدين التسقيط، ان شاء الله ناوي نطلع من هنا رحله تسقيط، وهنشوف بقى اجواء الليل. اشهر الشوارع طبعا سوق ليبيا وشارع اسكندريه. في عند منطقه كده بيقولوا عليها فتح الله دلوقتي، فيها برضو اماكن جديده كده، فيها ملاهي، فيها بحر، فيها الدنيا حلوه خالص. يعني ان شاء الله اتمنى يا رب يكون الفيديو هيعجبكم. هنوري لكم طبعا ايه بقيه الفيديو، ايه الاختصار، ايه اللي انا هنعمله في ايه في مطروح هنا. خليكم معانا ان شاء الله يبقى فيديو كويس باذن الله. طبعا وصلنا احنا كده يا جماعه لفين، لعجيبه ان شاء الله، او هضبه عجيبه. في ريست هنا اهوت، الكافيه ده في قاعده فوق وقاعده تحت. القاعده اللي تحت دي المينيت تشارج بتاعها ب 30 جنيه، يعني لازم عشان تقعد تحت اقل حاجه تشربها ب 30 جنيه. هنا فوق مشاريب عاديه، يعني الشاي ب 15، القهوه ب 20، مش عارف بقى بقيه الحاجات بكام، بس احنا هنشرب شاي وقهوه طبعا عشان نفوق بس، وهنبدا بقى ان ايه نجيب لكم بقيه الشط ان شاء الله. خليكم معانا. طبعا ده الفيو بتاع الريست اهو، اتفضلوا القهوة شباب، هنشرب القهوة وهننزل بقى على تحت ان شاء الله.
ده كده هو تقريبا هي دي كلها كده، هي ديت هضبة عجيبة او صخرة عجيبة. بس هما بيقولوا هنا ان المية اليود بتاعها عالي جدا، فبيقولوا مفيد، ان هو مفيد للجلد، فانا مش متأكد من الكلام ده، هنشوف طبعا. ده سلم عادي الناس عاملاه، طبعا النازلة من هنا، عشان بس انا مش حابب نصور حد حريم او كده لحد كده. هي النازلة دي على ما نسمع ان هي كانت صعبة عن كده، بس هم طبعا سرفزوا عليها زبطوها، ما لحقتش انا الصعب بتاعها. على ما نسمع ان هي كان الصخر ده نفسه مفتوح. فيو رائع طبعا في منتهى الجمال، يعني حاجة روحة. احنا نزلنا تحت كده يا جماعه، الفيو اهوت زي ما انتم شايفين. واخد عدة سنوركينج اهي بقى، ممكن ايه ربنا كرمنا ننزل نتكعبلهم في اخطبوط، نتكعبلهم في اي حاجة، الله كريم يعني. خليكم معانا شباب، لسه الفيديو مخلص، اجازة في مطروح ان شاء الله. بما ان بقى حياتنا كلها سمك، فانا حبيت نوريكم شوية البسارية دول كده، حاجة حلوة دي خالص. دول بقى لو عومهم بالليل لجوه ولا حاجة، يدخل عليهم باراكودا ديت وتدخل عليها الدنيا كلها. شايفين شوية البسارية دي؟ المية هنا تحفة يا جماعة والله. على الله بس نكونوا مبسوطين بالمناظر اللي احنا بنصورها لكم ديت. ان شاء الله يعني نكون ايه؟ ننال اعجابكم بإذن الله. حبايبنا المحترمين. طبعا انا كنت عامل حساب، انا جايب شورت معايا وجايب عدة السنوركينج بتاعتي، فنزلت كده على حلف الرواء. وللعلم المنطقة اللي انا هم فيها دي ما فيهاش طول خالص، جت شط الصخر دول وبعد كده بتجي المايه نازلة ايه قطش كده مرة واحدة حفرة كده. طبعا لو في حد بيحب السنوركينج هو برضو ايه، هو مش زي البحر الاحمر بس برضه موضوع جميل خالص، يعني حاجه تحفه برضه نزله الوعر ديت. وعلى فكره كصيادين برضه انا شفت سرب دنيس على البركه اللي خبايه فيه، والله يعتبر كل امهات. ولقيت بقى اللي هي الريتسه ديت، انا كنتش عارف اسمها، سالت اخويا ماجد حسن عليها، فقعدت نختص عليها، جمعت لي شويه حلوين كده. يعني الريتسه دي الريتس او اللي هو قنفل البحر، كائن بحر يعني، هنوريه لكم دلوقتي بعد ما نطلعه. هو بتيجي كده عباره عن حاجه كده كلها شوك، في الاخر بيبقى فيها شويه ميه بنحطه عليها ليمون وبنشربوها، يعني بيقولوا ان هي كويسه يعني فيها فسفور عادي. قعدت نختص بقى عليها، لميت شويه كده، انا اللي بنعوم ده طبعا، بس يعني انا مش حابب نطلع بقى ايه عشان الشكل العام وكده. مرة تانية ان شاء الله اهو انا جايبها اهي، وايه هنرميها لعيالي على الشط عشان ياخدوها يوم. بس فلميت شوية كده حلوين، نروح البيت نوريها لكم كده عن قرب ونرجع نكمل الرحلة بتاعتنا. يلا خليكم معانا.
طبعا ده يا جماعه اسمها الريتسا او جنفذ البحر، ريتسا او جنفذ البحر. كانت موجوده كتير دي في اسكندريه زمان، دلوقتي مش منها خالص. يعني هو كان بحر كده، ايه، يعتبر مزه كده زي مزه ام الخلول، زي الجندغلي. خليكم مع انا، والله العظيم فرحان جدا ان احنا ربنا نعم علينا في مصر بالاماكن اللي زي ديت. بسم الله ما شاء الله، المكان ده روعه يا جماعه، والله تحفه فنيه سبحان الخالق. اتمنى والله ان انتم تزوروا المكان ده كلكم والله. بس بالله عليكم اللي يروح مطروح لازم يروح عجيبه دي، عجيبه دي فعلا عجيبه. طبعا انا ننصح اي حد لو راح عجيبه دي يا جماعه يعمل حسابه ان هو يقضي يوم هناك كامل، ياخد فرشة معاه ملاية أو حاجة، وأكله وشربه ويتمتع بعجيبة دي. هنتنقل بعد كده على الملاهي، خليكم معانا. الفيول اللي ورا مني ده تمام، حاجة سبحان الله يعني، برضو نفس الشكل ده كده، اللي فوق ده كده سبحان الخالق. اللعبة دي صعبة قوي يا جدعان، انا جيت حاولت نركبها قعدت بتفرج بس خفت والله. ايه يا جدعان البتاع دي يا جدعان؟ ده انا سميتها لعبة الموت دي فعلا، تحس انها هموت يعني. يا نهار ابيض على الشقلطة. ايه رأيكم فيها يا جماعة؟ حد جرب الموضوع ده؟ على فكرة الملاهي دي بتبقى كلها هستيريا يعني، بيقولوا بتطلع الكابت بجد. طبعا عشان نستفيد الاسعار هنا يعني تقريبا من 15 لحد 25 جنيه، يعني حاجه زي دي تقريبا كانت ب 20 في اللي هي سنه دي، الهوا ديت 15، الالعاب ب 15. لا خلاص بقى، في حاجات بقى السفن، مش ركبنا اثنين السفن دي والكلام ده، مش ركبنا اثنين تقريبا يعني كان ب 25، يعني هي دي الاسعار يعني تقريبا بنقوله من 15 لحد ايه 25 30 ماكسيموم. تمام. والله العظيم انا بنتفرج وانا خايف. الملاهي بقى نفسها دي مكانها فين بقى؟ ديت في سوق على البحر اسمه سوق فتح الله، بس دي هاديه شويه يعني، بعض شارع اسكندريه كده، مش بعض شارع اسكندريه بالظبط يعني. هي في عربيات بتبقى طالعه من في شارع اسكندريه بتدخله من على البحر كده، هي بعد منه في سوق فتح الله هناك، فالمنطقه اتسمت بايه؟ بفتح الله. فهتركب مثلا من اي مكان ميكروباص ب 3 جنيه هينزلك عند ايه؟ هتقول نزلني عند فتح الله، هينزلك اخرها كده، لا اخرها كده، او تاكسي زي ما قلنا ب 20 او ب 25، ولو معاك ناس كتير يعني خمسه سته هتجيب السرفيز السبع راكب ده، مشوار برضه ب 20 25. تمام يا شباب. على يحيى 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 يحيى. البتاعة دي اصلا علم العربيه. حلوه حلوه بقى، تعودنا كده خلاص. ولا ايه؟ بص يلا، ايوه ما تنساش تعمل ايه يلا، لايك للفيديو واعملوا لايك واشتركوا في القناة واعملوا زر الجرس وفعلوا زر البتنجان. انا بالنسبة لي دي ان شاء الله دي كانت اخر رحلتي يعني، انا كفايه عليها صناديق الهوا دي، لقيت فيها اكشن كده برضه هاديه، ركبتها وقعدت اتصور لكم شويه المقاطع دي يعني عشان نشرح كل حاجه في الاخر. طبعا دي نهايه الفيديو، هقدر حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتظروا فيديو جديد. ايس كريم بول.